فإنهما خلق من خلق الله تعالى عز وجل فإذا سألاك
من ربك ومن نبيك وما دينك وما قبلتك وما إمامك ومن إخوانك فقل لهما بلسان فصيح واعتقاد صحيح الله ربي الله ربي ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي والإسلام ديني والكعبة قبلتي والقرآن إمامي والمسلمون والمؤمنون كلهم إخواني وقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين صدق الله بالقول الثابت صدق الله بالقول الثابت صدق الله بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي.